يقال أنه في السابق رست سفينة تابعة لإحدى شركات النفط على ساحل الدقم، وكانت بمثابة نقطة تحول لتلك المنطقة، حيث استطاع المواطنون الاستفادة من وجود شركات النفط في المنطقة. كانت الستينات الأول السابقة، كانت نزلت الأول في السابقة ياتم شركة ونزلت في الدقم. الشركة يسموها النفط، يقولون خبروني الشيبان يخبروني، يقولون هذه الشركة ليش جاتني هنا؟ هذه ما بيجي تنزل في منطقتني. كان جابوه ناس كبارية من صور، فيه حياة سالم بن ناصر الله يغفر له، فهم؟ وفيه الإنجليز تاريخية، ويوميات السفينة هذه يخبروني على الشيبان. نزلت منها سيارات، سيارات نقزت منها الناس، ما حد يعرفهم بها أبدا. يخبروني الشيبان، قالوا هذه السيارة أول يات في رأس مدركة هذا السفينة، وقالوا ياين نبى ننزل رأس مدركة، قالوا أبدا ما تنزل عندني خلاص. قالوا لهم يا جماعة هذه في خير وفي نصيب وفي رزق، والعالم واللي ما تعلم فرق. راحوا قالوا يلا نخالف، راحوا ونزلوا الدقم. يوم نزلت الدقم يات الشركة، هذاك اللي قالوا ما نباها خلاص متحسفين على نزولي في الخير، تراجل العلم مشكلة، فهم؟ يابت الشركة الخير، يابت الحمد لله تسمعني العمل، واشتغلوا اللي فيها اللي ما يعرف يقرأ ولا يكتب اشتغلوا فيه. والآن وفي وقتنا الحاضر وامتدادا لذلك التاريخ، وفي نفس المكان الذي رست فيه ناقلة النفط، يتم تنفيذ واحد من أكبر المشاريع التنموية في السلطنة، وهو مشروع الحوض الجافي بولاية الدقم. ماشي مشروع وماشي خدمة في السلطنة، وهي لما تفيد المواطن. وهذه المشروع نشكر الله رب العالمين، الواحد كنا متبشر هو ولدي جاينا في هذا المشروع من فضل الله، يني نحاسب اللي طلع، يني حنطلع اللي طالع ما شاء الله متعلمين وناس الحمد لله رب العالمين فاهمين، وحن الحمد لله استفدني منها الخير. تسمعني في المشروع حصوني الحمد لله منها. الأول ما فاهمين شيء ولا نعرف شيء، الأول اللي كني فيه حصلني من أبيع الأراضي فيها الخير، حصلني الحمد لله منها النصيب من يل المشروع هذا. بتدين أول بده كيف بعد الحين المشروع هذا يصير هذا كيف؟ نعم أني متدين منها في الخير. وهذا طول الله عمر صاحب الجلالة اللي حطه في منطقة الوسطى. تسمع هذا كانت السحرة وما نتوقع أن هذا المشروع يكون في منطقة الوسطى، الحمد لله رب العالمين، يا غير من فضل الله وفضل مولاني صاحب الجلالة اللي رب العالمين رخاني فيه وفي شوفه وفي نعمته وفي أمانه في هذا عمان الرخية الحمد لله رب العالمين. ولاية الدقم هي ولاية تجمع بين الساحل والبادية، إلا أن للساحل نصيب كبير فيها، حيث تتعدد فيها الشواطئ الجميلة ورؤوس الجبال التي تخترق البحر، مثل رأس مدركة ورأس مركز ورأس الدقم. هذا وصف المكان. كان الساحل الحمد لله رب العالمين الوصف في ذا الحين الساحلية، وصل في رخاء ووصل في نعمة ووصل تسمعني الحمد لله رب العالمين في رخاين مفترض من رخاء السابي. إذا حنتوا تسالون عن الساحلية الحين اللي ظهرني فيه، أما الساحلية القابلية ناس كل حد محتاج في مواقعها السابقة، فهم؟ وكل حد الزيارات تتعب على الناس السابقة على بعض في بعض، فهم؟ للحين الزيارات نشكر الله رب العالمين من ساعتين وساعة وثلاث ساعات واربع ساعات زيارة الساحلية في بعض العظم مشتركة. الساحل ينادي. بأول تبتدي من ولاية الدقم اعتزل من منطقة محوت إلى منطقة الدقم اعتزالات. أول نبتدي في ولاية الدقم هذه منطقة انفون أسمي. هذا انفون فيها جزيرة داخل البحر، جزيرة فيها وديان، مكان سياحي الحمد لله رب العالمين على نظر السواح. وهذا الجزيرة كانت رب العالمين حكمي في وسط البحر،
ويوم يجن الخشب أول الرياح الذي من دون تسمعني التاريخ هذا على النوم، تاريخ العربان الأول على النوم، يذرن في هذا الجزيرة ويرتاحون فيها هل السفن السابقة، يخرفون الشيبان عليها علين يخلص النيم هذه. ورب العالمين الله أنشارهم هذا المرياس، رب العالمين أنشارهم هذا المرياس اللي فقدرت هذا البحر. هذا الجزيرة من تدخلها جزيرة تغطي عن الجنوب الهواء الجنوبي وتغطي عن الشرقي، هذا نسميه الشرقي، ويغطي عن الشمل، الشمل هذا الشمل الغربي هذا الغروبي، هذا ينف البحر جوا، وصاحب السفينة يضبنه كثير. وهذا رب العالمين أنشاها والناس تحسب وتعد عليها مريس، مثل ما تقول مريس في غزرة البحر تضبط، الله ضابط الأرواح اللي كادهي تريح حمد الله على السفن ويرتاحون وينامون ويستريحون على أن يستر البحر الحمد لله في تصفية. سافروا منه ما سافروا من نكون، ارتبطوا إذا لحق مريح بين المعبر هذا، ارتبطوا في منطقة قال لي اللي زيرة رأس مدركة وخشايم، هذا الخشايم خشايم مورد، لقب مورد، مورد هذا مورد كبير في طرف اللي زيرة من الجنوب غربين الحين في الوادي هذا غربين على شط الساحل. هذا من يخلص الهواء عنهم من الزيرة يروحون يستجون من خشايم، منطقة قال لي خشايم نفس المدركة، منطقة مدركة في نفس المنطقة لكاد سامي متعدد كذا. من بعد من طاح عنهم السيرة وراح عنهم الهواء والنيوم هذا له الضربات الذي مورخة عندهم بالنيوم هذا له لكاد مريس في صوغرة في منطقة صوغرة، هذا اللي في الجاز في منطقة صوغرة، هذا مرايس الناس معروفة فيهم في السفن كان السابق يخبروني الشيبان فهم والناس ترتاح فيهم. أما من تبتدي المناطق الساسية اللي روح عندك منطقة تنفون، يعني على منطقة تنفون عندك منطقة تنفون، عندك منطقة تسمعني الدقم، الدقم هذا وادي صاي، الدقم يفتند، الدقم الراس كان سابق راس الصيادين، والبادية الوادي صاي الدقم هاي ومال الصيادين ومال البحر ومال الصيادين السابقين، يعني أول كان الصيادين كان الماء في راس الدقم، نعم الصيادين والسكن كلهم براس الدقم. سافر بحفظ الله سافر وقت الغبشة ترجع باكر داره الساحل ينادي. مدركة مطابعة على السفن وعلى نازل السفن، والبدوان هذا لا تراها البدوان عيشتم عند بعضهم بعض، هذا البدوان يجيبون صخام كان هذا لا البدوان هذا لا شبتون بل الالياخ، الالياخ كان الاول هي قطن، هي قطن مثل اياب من دم اياب من مضيبي قطن، هذا قطن ما يسوونه قطن هدوب، والناس تخدمه بالالياخ كان السابق يسوون الالياخ، هذا اللي يمسك الحليل كبير تسمع ويبيعونه على الناس، واللوخ هذا لا يسوي يعملون فيها. من بعد الناس تجيب البر تجيب تجارة، مثل لما هذا لا يعطونهم تجارة العيش والقهوة والتمر اللي يجي من البصرة تسمع، يا كان الناس هذا لا يعطونهم مثل يجيبون لهم غلف، غلف هذا غلف تعرف الغلف هذا الكدر يسمونه الغلف، يسمونه غلف هذا يشترون من عندهم غلف والصخام. بيوتهم كان يصفون حصى، حصى حجر، حجر ويقعدون يصفون هذا مثل الظرف، ظرف التمر هذا اللي كنزونه التمور هذا لا يسوونه سمة، يسوونه سمة ويشكونه ويذرون فيه عن الهبوب، مثل ما يسوون يسمونه حير عاد، ويدخلون هذاك الحير اللي يسوونه في الوقت السابق كأن عندهم طابقين الواحد اللي بيسوي سمه، ولا الحين الحمد لله رب العالمين الطابقين يعني اختلف اول نطريها الطابقين يعني الحين الحمد لله اصبح الماجودات الحمد لله لحق الشيبان الاولين وطول الله عمارهم كانوا في السبعينات والتسعينات و100
قالوا الحمد لله على النعمه، ما تعرف نعمه النحل الاوليه. الماي كان متوفر هنا؟ كان الماي طول عمرك الجيبونه هذا يوم يذبحون غنمه، غنمه ذباح مال غنم يكبسون له يهاب، هي ويهاب هذه يسوون له تسمعني هذا مثل اللهم صل على محمد يدبغونه في مدباغ فقرط يسموني شجره، شجره قرط هذه في بلاد في عمان الداخليه فهم، وهذا القرط يجيبونه من نزوه ويجيبونه من تسمعني بلادين الداخليه من مضيبي اشجار متوفره في الداخليه هذا يسمونه قرط. الواحد الحين من ذبح ذبيحه عندي انت وذبح ذبيحته يربع اليار، يا كان يار عنده قربه يقول اخويا هذا القرط تفضل علي الله يفضل عليك بالخير. مثل لما يجون ناس كانت الاول ناس تجي في زيارات بعضها بعض القبائل هذا عاده في عمان يذبح الانسان ذبيحه على الوقت السابق الحمد لله ويذبح حي ويعطيها ضيفه يكرم بها ضيفه يدنا مشي عيش في الوقت السابق مشي عيوش عندهم يذبح حي ويقول تفضل هذا المي سووا فذاك قطع كياب وشكلنا الحريم النسوان وسوينا قربه والقربه هذه مثل خزان الحين الممثله مثل خزان كراهيه اللي تورده شللنا للمي وشكلنا ويا بلا صبا في مي من البير ويا بلنا فوق روسن شللنا فوق روسن في طويان ويروح منين من الطويان هذا لا حد يروح نص كيلو كيلو وين حد يروح كيلو حد يروح عليه 3 كيلو يشل الماء فهم ويحط ويخللنا ذيك القربه بطبله كان شيء طبله طبله ما تكون متواجده يسوون طين طين هذا طين صاروي حين يسوون صاروي ويخلون فيه جحله جحله هذا كان سابق جحال كذا جحال حين مثل يجيبونه ويصبونه فيه من يخلص توقيته ان فيه صفصافة قليلة شلت قربتي للبير وراحت تسجي نشرت الصبح ويات الظهر الساحل ينادي. بين رأس مدركة ورأس مركز تقع جزيرة صغيرة قريبة من الساحل كانت محطة للسفن القادمة من شرق وشمال عمان والمتجهة إلى اليمن وسواحل أفريقيا، مكان لا يمكن أن ينساه من عاش فيه وهو ذاهب في رحلة الصيد ويتذكره كل مسافر حطت رحاله في استراحة قصيرة وهو في رحلة الذهاب أو العودة إلى أرض الوطن. لكاد هناك تمثيل الشيبان يقولون من شان البحر الأسماك الثروة السمكية إن كان ما يصطادون بالأشباك الصغيرة إن تصبح عليهم قانطة الشيبان القبليين للحين مثل هذه ترثم شوف. يعني هذا الشباك مال الأول من أول الحلية السابق اللي كان يعيشون في الشيبان وكذا الثروة السمكية فيه هذا العيون شوف شيخ ما شاء الله عين واسعة شوف شوف يعني هذا السمك الصغير هذه الكبير يدخل فيه يدخل. ومتوسط فيه شوفه هذا شوفه شوفه أن الشبكة هذه الثروة طلعت الثروة كانت الثروة على الساحل مستمر ما قدروا هذا قطن هذا قطن يجيبونه يوم يروحون يجيبون القطن هذه ويبرمونه ويكسرونه وياشعونه بنفسهم ياشعونه يسوون هذا الوشعة بنفسهم الشيبان ويرمونه للحلال الكبير يعني هذا الصغير ما يدخل ما يدخل الصغير لأن الصغير الحين يدخل الثروة صحيح إذا رقصوا العين هذه الصغيرة أصبحت الثروة الصغيرة تدخل تعدم تنعدم وإذا أصبحت السمكة الصغيرة راحت من هذا الشبك دخلت فيه وطلعت وكانت الثروة قائمة ما استقر الحمد لله رب العالمين وأصبحت اليوم الثروة مستقرة في عين الأشباك الصغيرة يعني زمان الناس محافظين الناس المحافظين عليها وهذا تراث الشيبان الأوليين وهذا خدمة صناعة الشيبان الأوليين وهذا الحبال شوف الحبل منهم هذه شوف هذا حبال غضف غضف هذا غضف يفترونه يكسرونها يكسرون شوف شوف الغضف هذا اللي في الكدران هذا يسوون أحبال منه شوف شوف يسوون أحبال من هذا الكدران هذا عيشتهم كانت الشيبان اللي خدمونه ويعملون عليها التركة والكرب والكرب الشيخ مش كرب كان سابق كرب هذا صنوبر صنوبر هذا صنوبر شوف من وين هالصنوبر هذا يجيبونه من السواحل من السواحل ايوه ممكن له صنوبر هذا صنوبر قال له صنوبر ويضف على الماء ويخلونه يكبتونه على هذا شوف هذا تعرفه هذا يسمونه خرازه اسمي خرزه خرازه الخرازه يدخلوني في عين الكرب يربطوها ياكل لي خطاف
طاف في الليح والسمك الكبير بارك الله هذا الحلي مره قريب الحلي قريب امر الله يكون عندهم ما شيء غير بقربه كان السابق عندهم قربه وعلى ريولهم ورب العالمين يوفر لهم العيش على هذا الرخاء. الحين احنا نشوف بعض الحجر الصغيره وبعض هنا الدواميس هذا لا اي هذا ايش كانوا يسوون فيهم الناس طول عمرك هذا يسكنون فيه يخلون فيهم مخازن عيشتهم يوم يجيبون عيوش ويجيبون قهوه ويجيبون صليط هذا لا مثل كذلك يخلون فيها اللخم يسمون اللخم هذه اللي يخلون الزبان الصيف حولي يحولون الحليب ويخلونه في البخاخير علين نتيهم السفينه بما الله تسمعني الزبان الربع وباعوا لهذا العيشه الناس عايشة الحمد لله كانت سابق برخاء وبعدين الحمد لله عايشة الحين فتبقي وتسوي فضل الله فضل صاحب القلالة والنعمة كانوا يستخدموها مكان للسكن حتى هذا يستكنون نعم قلت لك يروحون من هناك من راس مدركة ويجون راس الهزيلة ويسكنون هني ويجيبون ماهم من هناك فوق ظهورهم من المدركة مخشاية ويشربون هني يتمون هنا يتمون على قرب هذا الأقرب محمد تعرف مال الجلد هذا الجلد مال الدباغة يجيبونه ورب العالمين مستوت لهم عيشه.